طيب، حساب المصري الرياضي ألقى الضوء النهاردة على استقالة أو توجيه الشكر للكابتن شوقي غريب. المتحدث الرسمي لاتحاد الكورة أيضا الأستاذ وليد العطار بيكشف أسباب إقالة شوقي غريب. قال تم توجيه الشكر لشوقي غريب وجهازه المعاون، ويرجع ده إلى أن أول ارتباط رسمي هيكون في أواخر مارس 2023، وبالتالي لا يوجد داعي لتحمل أي أعباء مالية. هي الفكرة في حد ذاتها اللي كان بالنسبة لنا نقطة غريبة جدا. اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لما اتخذت قرار بتعيين أجهزة فنية للمنتخب الأولمبي ومنتخب الصلاة ومنتخب الشباب والناشئين، كان إيه وقتها الفكرة أو الهدف من هذا القرار؟ تحس كده أن اللجنة الثلاثية كانت بتتخذ قرارات عشان تحرج المجلس اللي جاي. طب أنت لما تحرج المجلس اللي جاي، والمجلس اللي جاي لو شايف قرار صح مش هياخده، عشان ما يتحرجش هياخده أيا كان طبيعة القرار اللي أنت واخده. يعني أنت مثلا إيه، مباراة كأس مصر ما كملتهاش، فأنت بقى إيه بذكاء ألعب بقى الكأس الجديد عشان أصدر للمجلس اللي جاي مشكلة كأس مصر. طب ما أنت اللي صدرتها والناس كلها عارفة. إيه المجلس الجديد لما ياخد قرار في كأس مصر، الناس هتمسك في رقبة المجلس الجديد ولا القرار هيكون بسببك أنت؟ ما أنت اللي عملت المشكلة. فيعني حد بيحاول بس يبين إن هو ذكي شوية، فبياخد قرارات على أساس إن اللي هيجي بعدين مش هيلغيها. لا، لازم تتلغي، لأن هو القرار أصلا ما كانش منطقي. زي قرار تعيين فنجادة، قرار مش منطقي. وامبارح كنا مستنيين يطلع قرار بخصوص فنجادة، لكن ما خرجش. ممكن بقى عشان عقده يخلص شهر 5، فمش محتاج قرار، احنا خلاص في شهر 2، باقي شهرين 3، ده هيبان الفتره الجايه. لكن ما اعتقدش ان هيكون في تجديد للبرتغالي نيولي فنجادة مع منتخب او مع الاتحاد المصري خلال الفتره اللي جايه. تخيلوا احنا النهارده في فبراير 2022، لسه قدامنا سنه كامله على اول ارتباط رسمي. يعني لما تعيد جهاز فني قبل هذا الارتباط الرسمي 5 شهور 6 شهور، مش من قبلها بسنه وشهرين او 14 شهر او 15 شهر، لان التعيين ده كان حوالي في اكتوبر اللي فات أو سبتمبر اللي فات من قبل اللجنة الثلاثية.